بسم الله الرحمن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الأهمية الموضوع انا حاولت ان يعني اربط الاحداث واربط الامور. هذه فيديوهات الدكتوره مايا صبحي. الحقيقه يعني كل ما بعض الاخوه يعني يجمعون الفيديوهات يتم حذفها من قبل اليوتيوب، لكن عندي هذه القناه، كانت قناه اعتقد اسمها العصر الجديد، نعم، فيها تقريبا كل الحلقات، يمكن الا نقص بعض الحلقات الحصول عليها من اماكن اخرى. اذا انا ساضع لكم الرابط، هذا العصر الجديد اسمها هنا. عندما اضغط هذه، دائما عندما نتابع الفيديوهات هكذا نفعل، هنا ناتي الصفحه الرئيسيه وهنا الفيديوهات، نضغط على الفيديوهات. خلينا نحذف هاي. ضغطنا على الفيديوهات فظهرت الفيديوهات الموجوده المتعلقه بالموضوع، فنجد مثلا هذه مثلا هنا الحلقة الأولى، هذه الحلقة الأولى هنا، الحلقة الأولى دكتورة مايا صبحي مثلا. طبعا بالموبايل تظهر قائمة الفيديوهات موجودة على اليسار وتتابع الحلقات واحدة واحدة. لاحظ هذه الحلقة الأولى مثلا، هنا تبحث عن الحلقة الثانية، السيطرة على العقول، الحلقة الثالثة الرابعة، هكذا يعني من القديم إلى الجديد. إذا تريد ترتب تقول من هنا الترتيب حسب من الأقدم على متظهر بالتسلسل، ممكن عادي. هاي الحلقة الأولى، الحلقة الثانية والثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة، شوف هنا الحادية عشر، يعني هنا توجد نقص. يعني طبعا هي 11 حلقة، ممكن الحصول على بقية الحلقات من أماكن أخرى. أنا سأضع لكم الرابط، فقط أتمنى أن تشاهدوا الحلقات لأهميتها البالغة جدا في العالم، ليس فقط المسلمين، الموضوع أكبر. يعني الموضوع هو مسألة خلق كامل، يعني البشرية والجن والشياطين وكذا. هذا بالنسبة لموضوع نرجع إلى موضوعنا. موضوعنا أنا هذا الفيديو تكلمت فيه عن الخميرة، كانت الجزء الثاني. تتمت عمل محلول الخمير الذي يحتوي على الفطر والبكتيريا النافعين جدا وقائيا وتغذية، وقاية وتغذية. يعني هذا الفيديو أنا شرحت فيه تفاصيل وكذا. انظروا إلى الرد الموجود، أنا ثبته حتى يكون دائما هذا الرد موجود في بداية الردود. يقول إذا أردت صناعة خميرة طبيعية 100% وبطريقة بسيطة دون هذه الثرثرة الزائدة وهذا اللغو البشع، خلال حلقتين مطولتين ومملتين اتصل بي لأريك الوصفة. يا أينشتاين الخليج، يا أينشتاين الخليج، ماشي. نرى، أنا أريد أن أرى الردود، يعني هل هذا، طبعا على فكرة يعني هو لو نلاحظ الفيديو عندي 27 إعجاب فقط، عدد المشاهدات 630 مشاهدة، يعني 630 واحد شاهد الفيديو، هي عدد قليل، لكن أيضا حتى ولو 630 مشاهدة 27 إعجاب فقط، والأخ أعطاني عدم إعجاب أيضا. هذا يعني حتى الذين شاهدوا هذا معنى، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنكم تقولون لي نحن لا نريد هذه الفيديوهات، هذه ما عجبتنا الفيديوهات، أنت يعني تعبك هذا على الفاضي. يعني ليس فقط لأجل هذا الرد، أولا أنا أريد أن أتابع وأشوف بقية الردود. أنا كتبت رد بسيط، سأقوم بتثبيت ردك حتى يراه المتابعون، وأنا لن أجيبك وأنتظر من المتابعين إجابتك، وفي حال أنني لم أجد أحدا يجيبك فسأتصرف تصرفا عاما، ولن يعتب علي أحد. فقط سؤالي، أنت عندما رأيت الحلقة الأولى وأصابك الحقد والغضب لأن أحد أفراد جلدتك تطرق لأمر في غاية الأهمية وبأسلوب علمي ودقيق، فلماذا تابعت الحلقة الثانية؟ أنت تقول حلقتين مملتين، طيب أنت شفت الحلقة الأولى وكانت مملة
وانا اينشتاين بالطاء طبعا، مو اينشتاين، مو مشكله، اينشتاين الخليج، ما اعرف الخليج ولا ايش سمى، اينشتاين الخليج يعني، ما ادري لماذا قال الخليج يعني، هذا ايضا سؤال يعني. على كل حال، فلماذا تابعت الجزء الثاني يعني؟ فانا اريد ان اتابع الرد، وايضا ليس فقط هذا الرد يعني، لكن لماذا الان مثلا انا عندي 630 مشاهده وهو عدد قليل جدا، من 6/3 يعني، من يوم 6/3 واليوم نحن في تاريخ 9/4 يعني، فيديو قديم. طيب فقط 630 مشاهدة، طيب ما في مشكلة، تقولون لي الناس ما يعرفون القناة، طبعا ما يعرفون القناة، لأن عندي 27 إعجاب. 630 لماذا أعطوا 27 إعجاب فقط؟ والفيديو سوف لن يظهر، وتبقى فيديوهاتي لن تظهر، طبعا تبقى لن تظهر. أنا عندي الفيديو السابق اللي تحدثت فيه عن هذا الأمر، وطلبت من الأخوة أن يكون عندي دعم، اسمحوا لي بهذه الدردشة معكم أيها الأحبة، الزرع المائية، حتى كتبت الزرع المائية حتى يكون موجود في البحث. لحد الآن عندي 34 إعجاب، وعندي كم رد، عندي 219 مشاهدة فقط، 27 تعليق فقط يعني، بعد أن ذكرت أنا الملاحظة وذكرت الشكوى وما يحصل، عندي 27 تعليق، وأكثرها طبعا تعليقات أسئلة يعني، قسم كبير منها أسئلة. وبالنتيجة مثلا يعني عندما يكون عندي هذا، طبعا آخر فيديو كان عندي، آخر فيديو اللي هو هذا مظهر النبات، عندي جزئين، وعندي جزء ثالث سأتكلم فيه عن أعراض ارتفاع العناصر وليس انخفاض العناصر، يعني ارتفاع تركيز العناصر، موجود عندي موضوع، عملت جزء من الفيديو سأتوقف. وعندي هذه محاليل الخميرة وكذا في طور التجربة، مثل ما قلت لكم الآن أنا وصلت إلى مرحلة جدا متقدمة، بحيث عندي المحمية الآن، أنا الطماطم نزلتها مرتين، يمكن ربما أعمل بعض الصور لآثار الآن. طبعا حولت المحلول قبل أسبوع من المجموع الخضري إلى الثمار، لأنه كونت عندي مجموع خضري جيد، والآن بدأت أنا أحول إلى الإزهار والثمار. فلحد الآن عندي المحمية، لحد الآن بدأت بموضوع عقد الثمار، بدأت يعني الآن قبل تقريبا كان أسبوع أو 10 أيام أنا حولتها إلى عقد الثمار. سأعمل إن شاء الله هيك فيديوهات، مقاطع سريعة عن المحمية، منذ أن بدأت في موضوع الخميرة هذا، أعتقد من هنا بدأت، يعني من هذا التاريخ اللي هو تاريخ الفيديو، نعم تاريخ الفيديو 4/3، ونحن الآن بتاريخ 9/4 يعني، أكثر من شهر، أنا بدأت بالموضوع. الحقيقة أنا بدأت بوضع محلول الخميرة بالحوض منذ تقريبا أسبوعين أو أكثر من أسبوعين، بدأت وضع الخميرة بالحوض. وسنصور اليوم، أنا ما كان بودي أن أصور، لأنه كان بودي أن أنتظر 3 أشهر 4 أشهر وأتابع التجربة شيئا فشيئا حتى أثبت بالموضوع، لكن سأتوقف عن كل هاي النشاطات، فقط سأصور التجاوب العجيب اللي صار عندي، وضبط حتى ضبط البي اتش في المحلول، وحتى ننظر هل أنا أينشتاين الخليج ولا إيش رأيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. هذا التبريد الصحراوي، مبردة صغير لأن المحمية صغيرة عندي. أيضا أردت أن أعمل فيديو بصراحة، هنالك تفاصيل بس أجد عدم تشجيع. هذه تعمل على 12 فولت، هاي مروحة الشفط، هذه مروحة الشفط قوية جدا، حتى إذا ما شغل التبريد الصحراوي بسبب فارق الضغط في داخل المحمية صار عندي تبريد. الحرارة عندي الآن، 30، قبل ساعة أنا شغلت، أردت أن أرى الفرق،
كانت عندي الحرارة 47 في داخل المحمية، مع العلم الجو لحد الآن هو ليس حار، ما وضع تروكلين، طبقتين النايلون طبقتين أيضا خفف للموضوع الحرارة. إنارة صناعية لم أكملها، تحتاج إضافات سوي غير هذا المصباح، لأن يعني عندي هذا هذه مجموعة المصفوفة ما اشتغلت، تحتاج أقلل السيريس هنا. كل هذه التفاصيل موجودة في فيديوهات سابقة. سأطفئ المروحة الشفط لأن صوتها قوي. طيب أنا عندي الطماطم، لو تلاحظون أنا نزلتها هنا حلقة، وهناك أيضا نزلت مرة ثانية حلقة، يعني تقريبا عندي الآن ما يقارب المترين، أنا منزلها تقريبا مترين. وهي الآن يعني بقي قليل تضرب في سقف المحمية. هذا النوع نوع أفقي، يعني أنا خليته يمشي هكذا، يعني هذه كلها من هنا إلى هنا إلى هناك نبتة واحدة. أنا أريد أن أعمل تجربة في النمو الأفقي وليس العمودي. لاحظوا الحرارة ماذا فعلت، لأن كانت الكهرباء منقطعة، هذه الحرارة. هذا تحدي، يعني على الرغم من هذه مشاكل الحرارة، لاحظوا كيف هذه كلها، لاحظوا كلها بسبب الحرارة لأقل من ساعة، قطعت الكهرباء لأقل من ساعة. ووراءنا طبعا صيف، سأضع روكلين وكذا. أنا فقط أردت أن أبين، أنا هنا عملت تجربة بالكبريت، لاحظوا الكبريت ماذا فعل. وعندما وضعت في محلول الخميرة ثلاثة أقسام، وضعت في الحوض هذه النموات الجديدة، يعني هذا تقريبا هو مات، هذا انتهى. لكن عندما وضعت محلول الخميرة تغلب حتى على الموضوع، بدأت نموات جديدة. لاحظوا الآن هذا الجزء، هذه أوراق كلها ماتت بسبب الكبريت، وهذا اقتلعته مرتين، لكن الآن عندما وضعت محلول الخميرة انظروا من جديد بدأ، وحتى ثمار وعقد ثمار عندي بدأ. لاحظوا بدأ، يعني الجزء مثلا هذا بدأ الآن وصار هكذا ومشى. مع العلم انظروا إلى الحالة، انظروا إلى حالة الكبريت. أنا عندي هذا الجزء نزلته أيضا الآن ضرب في السقف، الثمار الآن لحد الآن صار عندي عقد ثمار، لكن بعد يعني هذه مثلا الثمار يعني بعدها ما احمرت. الآن حاولت غيرت المحلول إلى عقد الثمار، هذا نوع من الخيار طبعا، نوع صيني أنا استوردته، يكون طويل، يكون طويل جدا، نوع مختلف. أيضا ننظروا يعني إلى النمو، مشى يعني من هنا صار موجود، يعني هذا طبعا أثناء العمل تنكسر بعض الأمور. هذا نوع من الخيار، هذا يصير طويل جدا. عندي بعض الأشياء النادرة، لكن المحمية صغيرة جدا، الكثافة عندي كثافة، يعني طبعا هذه كلها انظروا بسبب الحرارة كلها ماتت، مجرد ساعة واحدة انقطعت الكهرباء. أنا ما كنت في البيت، ذهبت لصلاة الجمعة ورجعت، فما فتحت باب المحمية لأنه كنت في الصلاة، ما أدري، خلال ساعة واحدة حدث عندي هذا. مع العلم الجو عندنا لا زال هو معتدل، يعني حتى في الخارج، يعني يمكن يوم أمس اليوم فقط شغلنا المروحة فقط في البيت، ومع هذا تحدث هذه الأمور. يعني مثلا الطماطم، يعني بداية العقد، يعني الآن هاي الطماطم شيئا فشيئا. المجاميع عندي الإزهار، أنا هذا أعتبره قليل، يعني تقريبا عندي معدل 8-9 كذا، يعني مثلا هنالك بعض يعني هنالك بعض النشاط، لكن بدأ الآن بدأت تختلف الأمور. يعني ما لاحظوا هذا كله نتيجة الحرارة، وأيضا الإزهار، عندي إزهار وعندي عقد ثمار. يعني خلاصة الكلام، أنا عندي الحوض، عندي أنا استعملت
يعني هذا آثاره باقية هنا. هذه الخميرة أنا حولت الآن، حولت المحلول A و B وعندي أيضا محلول C، حولتها إلى إيش؟ وضعتها هنا وتفاعلت وتحولت إلى، تحولت إلى، لاحظ هذا المحلول A، يعني عندنا باليارة نسميه محلول B اللي هو الكالسيوم والحديد. لاحظ حتى شوي لونه مختلف. هذا هنا الآثار، لا هذا المحلول الثاني اللي هو MBK وجماعته. فيعني ما صار عندي أي مشاكل، بالعكس نتائج جيدة، لكن لا أعلنها. أنا كان في ودي أنه ما أعلنها، لأنه أحتاج أنه يصير عندي موسم كامل أو على الأقل 4 أشهر مثلا حتى أعلن النتائج، لكن ما أجد أي تشجيع. وأنا صرت أينشتاين الخليج كما اسموني بعض الإخوة للأسف. وإن شاء الله أيضا موضوع أنه فيديوهاتي المملة، يعني إن شاء الله سنريحكم، ما نثقل عليكم إن شاء الله في المستقبل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. هذه طبعا كان تفرع إبطي صغير جدا صغير، هكذا كان حجمه. فوضعته هنا ووضعت فيه أيضا محلول الخميرة، العناصر مع الخميرة، ووضعت محلول A و B مثل طريقة كراكتكي، يعني ما وضعت له أي تغيير. أيضا عندي مقاصد أنه أقوم بتجارب عليها، وعندي حتى في خارج المحمية يعني بالشمس أيضا تجارب. طبعا هذه مصيدة الذباب قامت بدور كبير جدا، يعني جدا أفادتني بصراحة. هذا أيضا عندي هنا طريقة كراكتكي، عندما وضعت الخميرة، عندما وضعت الخميرة مع العناصر صار عندي إزهار، لكن طبعا النبات صغير لأن هاي تفرعات إبطية، يعني هذه صغيرة، هاي عمرها تقريبا 15 يوم. أيضا تأثيرات الحرارة هنا، هذه إذا تحتاج أن أضعها في الظل. فيعني هذه أيضا تجارب، لدي تجارب كثيرة، يعني الموضوع أكبر مما يعني أنقله في الفيديوهات. أنا أنقل في الفيديوهات أكثر شيء إخواني الأعزاء، أنا في الفيديوهات أنقل القضايا العلمية الدقيقة، يعني ما أتكلم. إذا تذكرون هذا عملنا عليه فيديوهات سابقة عن محلول الخميرة، وأيضا وضعت محلول الخميرة جاهزة كانت ميتة، نوع من النيم. انظروا ما شاء الله، يعني هذا الساق القديم انتهى، هذا كان ميت، شوفوا انكسرناه، هذا الجديد. وعندي النباتات رجعت وعادت حيويتها، هذا أيضا كسرته، هذا أيضا، هذا مفعول محلول الخميرة. انظروا هنا مثلا، هذا أيضا كانت ميتة بسبب صدمات حرارية، بدأت من جديد مع العلم الجو حار. عندي أجزاء يعني ما شاء الله بدأت، كله بتجارب تحويل العناصر الكيميائية إلى عضوية، أو حتى كنت أنا أقول للاحتياط إلى عضوية تقريبا، كنت أقول تقريبا. فأنا عندي نتائج باهرة في الموضوع، لكن أنا لست من النوع المستعجل. أنا عندما أتكلم، أعوذ بالله من كلمة أنا يعني ومن توابعها، أتكلم لازم أخلي المعلومة، لازم تكون المعلومة دقيقة جدا ومؤكدة جدا حتى أعطيها للناس. هذه كانت تجارب أيضا في أيضا عندما وضعنا هذه، أبدا لم أشاهد إزهارها إلا بعد أن وضعت محلول الخميرة، بدأت حتى بالإزهار والنشاط. وأيضا استعملنا تجارب في هذه مصيدة صغيرة للذباب، هذه المصيدة الصغيرة للذباب خلصتني من كل الذباب. مرة صورنا إذا تذكرون هنا كان غيمة من الذباب، الآن بفضل الله تعالى مصيدة صغيرة قضت لي على الذباب تماما. وتجارب يعني مستمرة. ثم بعد ذلك يأتي أشخاص ما أعرف كيف يتكلمون، والآخر يقول لي آراء، واحد يأتي يناقشني 4 ساعات 5 ساعات، والكل يقفون معه، عندما أناقشه يطلع ما يعرف 1% من المعلومة التي أتكلم فيها. يعني هذا هو الذي الشيء المؤلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا فيديو عملته يوم أمس عن صناعة الصابون، الأخوة طلبوه مني يوم أمس، لا زال هو الآن سأقطعه وانتظره تقريبا 3 أشهر. هذا الصابون اللي ممكن استعماله، أيضا هو صابون صحي ممكن استعماله في الزراعة في موضوع طرد الحشرات، و يعني التعامل مع بعض الإصابات. فيديو كامل
الآن مالي رغبة أن أمنتج وأرفعه. هذه التجربة أيضا هذا مثال، هذا تذكرون تكلمنا عن هذه البكتيريا النافعة وهي بكتيريا نادرة، هذه المكوناتها وفي غاية الروعة، يعني شيء راقي. أنا عملت تجارب، وهذا طبعا كانت إكسباير يعني قديمة جدا، والله تعبتني. أذن هذا القرآن ما يجوز نتكلم القرآن. هذه تجارب لتنمية البكتيريا. طبعا المشكلة هو أنها ليس لها رائحة، فمن الصعب أن تعرف أنها هي نمت ولا لا، لكن أنا عندي وسائل من خلالها أستطيع أن أعرف هل هي نمت. هذه عمرها يومين، يوم أقل من يومين، تقريبا يوم ونصف، يومين إلا شوي، بدأت بالتكاثر لكنها بعد ما أستطيع أن أعطي نتائج. هذه إذا نجحت شيء باهر، لأنه أيضا خميرة أخرى نوع آخر. عندي فكرة أن نعمل دوري، يعني مرة نستعمل محلول خميرة عادي، وبعد فترة نستعمل هذا فقط، ما نستعملهم سوية، لأن يصير فيهم بينهم صراع، واحد يصارع الآخر، لا نستعملهم على التناوب. هذه فكرة من الأفكار التي عندي في بالي، مشاريع تعمل ثورة حقيقية في الزراعة المائية، وكلها ليست مجرد كلام وكوبي بيست كما يفعل الإخوة، وإنما كل شيء دراسة عميقة. والله العظيم كان معي يوم أمس عندما عملت الصابون، كان معي بعد بعض الإخوة المتخصصين في الصناعات، كان معي وتعلم مني، أخذ مني معلومات. يعني أنا يعني دائما، وبقينا إلى وقت متأخر من الليل، فدائما تجدوني يعني مثلا أجلس مع متخصصين وأتكلم، وكل دراسة علمية دقيقة وكل حسابات وكذا، ثم يأتيني واحد ويقول لي أنت تثرثر وأنت ما أعرف إيش وكلامك ممل وما أعرف من هذا الكلام، ولا أجد أحد يرده. وأيضا أجد في الجروبات، وطبعا بعد عندي بعد لو صعد الطابق الثاني أريكم التجارب الآن أينما تذهب تجد تجارب. هذا مطبخ، هنا تجربة، هناك تجربة، هنا تجربة، يعني أينما تذهب في غرفة النوم بجانب رأسي تجارب، عندي هنا تجربة، عندي هنا تجربة. هذا أريد أن بعض الثمار أحولها إلى عناصر طبيعية للتغذية. هذا عرق السوس أستعمله أيضا، عندي تجربة هنا، أيضا استعملت حتى أحوله إلى بعض العناصر إلى عضوية. أينما تذهبون، والله أنا ما كان في فكري أن أصور، لكن انظروا حتى في البيت الله يعينهم كيف يصبرون. قالوا أنت حولت البيت إلى مبعثر، كل شيء مبعثر وكل شيء تجارب وكل شيء، ثم يأتيني هكذا ردود. وأجد أيضا بعد الفيديو الذي أنا تعبت فيه، هذا التعب أجد 30 إعجاب أو 20 إعجاب أو كذا، والأخوة يقولون لي ما لك علاقة، ما لك علاقة، لماذا نبقى تقولون ما لك علاقة، ما لك علاقة، بمن لي علاقة، بمن إذن أنا لي علاقة، يعني لمن أعمل الفيديوهات؟